تليفوني من نورهان. الو، الو، اهلا بيكي يا نورهان، اهلا بيكي. لو سمحتي كنت قولي لي عندي سؤال. اتفضلي اتفضلي. انا ابني عنده سنة وثلاث شهور بيتعامل معايا بالضرب، يعني بيقعد يضربني على طول، ودلوقتي بقى بيعض كمان. يعني بقعد اقول له لا ما ينفعش ما تعملش كده، برضه يقعد شوية وبعد كده يرجع يضرب تاني، ده وبعد كده لسه بقيت اول بيعض. بيبي ليكي ولا هو ترتيبه ايه وسط اخواته؟ لا هو اول بيبي، تمام، حاضر اول طفل. هجاوبك، حاضر. هنرد عليك يا نورهان. التعامل بالعنف، العنيف، ايوه بالظبط، ممكن اكون انا بلعب معاه بعنف. يعني ممكن لو ما فيش لا قدر الله مشاكل او خلافات ما بين الزوجين الطفل بيشوفها، اوكي، ممكن اكون انا بوجه الطفل بعنف. العنف ده ممكن تقول لك ايه، انا ما بضربهوش، بس تعاملي اللي هو كده بقسوه شويه عصبية. او ان انا بس كل اقرص. الأمهات كده، يعني أنا كده. ما هو ده يعني أقول لك إيه؟ أضحك عليكي؟ يعني كل الأمهات ما هو بتغلب كل ده يعني. بيكسب الطفل العنف. انا بالنسبه يعني مثلا الام تقول لي ايه، انا قرصته قرصه خفيفه، هي القرصه دي لطشت عنف ولا مين بس؟ بالظبط، او القرصه من الودن دي ناخد عنف. طبعا معدات كل بقى ده خلاص. عنف. ليه؟ لان هو بدا ان هو يبقى عنيف، غير كده المرحله اللي هي بتتكلم فيها بيبدا يطلع له سنين. فما ننساش النقطه دي، لان اغلب الاطفال مصدومه في النقطه دي. ده بيعض، هو مش بيعض، عارفه ست يقول اجدادنا لك الكبار يقول لك بقك ده بيذاكله سنينه. شويه، بالظبط، بتاكله سنينه شويه. بتاكله عشان هي لسه بتطلع في العضادات اللي هي موجوده في الصيدليه، ممكن هو يعض عليه. بلاش اول ما يعض عض طنط، وريني بقى السنان الصغنونه الحلوه دي، عض بلاش كده. بقى الكلام ده، خلاص هو بعد هشبعنا كده منه. هيعض طبعا، وبعد كده طبعا ادور على حل اعلمه يبطل وبعد يعض كده ارجع ازاي. اقول ده عنيف. بالظبط، فلازم ان هو بيعض لا ابعد ايدي عنه، احط جميل مثلا جدا. ايدي على بقه، احاول اصرف انتباهه. مثلا لو هيجي يضرب او حاجه امسك ايده واسقف بيها، اخليه يعمل اي حاجه اشتته بس عن ان هو جاي انا في يضرب او موضوع جاي. السنان اللي ممكن بالظبط، يعض بيها حد. او ان هو جاي يعضني. جميل جدا. طيب دايما بنقول خير الامور اوسطها. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الام المتسلطه وعرفنا طبعا تاثيرها السلبي على اولادنا. خلينا بقى نروح لنقطه تانية مهمه جدا، الام المتساهله، الام الحنينه زياده عن اللزوم. عايز ده حاضر، عايز تاكل ده حاضر، عايز تعمل ده حاضر. ده تاثيرها ايه على الولاد؟ وان احنا بنشوف امهات كتير جدا عشان ترضي اولادها بتتساهل معاهم في كل حاجه تقريبا. التدليل المفرط، بمعنى صح، التدليل المفرط. بالظبط كده. بصي، لما بتيجي تراقبي الاطفال وخصوصا موضوع التدليل المفرط ده، بتحس ان هم اطفال ما عندهاش الشخصيه اللي هي بيعرف يتكلم. لا، هو طول الوقت بيتكلم باصغر من سنه، طول الوقت هو بيعاملك ان انت لازم تجيبي له كل اللي حاجه. هو يعني بالمعنى الدارج كده بيستعطفك. بالظبط، والكون كله مسخر حواليه، انت ما ينفعش تقولي لا او ترفضي له طلب. فبالتالي بتلاقيه اتنقل للحضانه او المدرسه طول الوقت بيزن. ليه؟ اصل هو اخد مني الحاجه مثلا بتاعتي، اصل الميس قالت لي لا على اي حاجه، لا انت لازم تيجي تتصرفي. فطول الوقت هو شخصيته مش موجوده، لان هو طول الوقت واخد ان في استسهال في الموضوع، وبالتالي طول الوقت طلباته ملباه. فبيحصل فتور، بتلاقيه بيكسر في لعبه، بيخرب في الحاجه، اعتبار ان ماما هتجيب له لعب غيرها. بتلاقي بقى في سن المراهقه وصلنا للي هو ايه، انا عايز فلوس دلوقتي حالا. طب انا معيش فلوس. لا، انت هتجيبي لي اللي انا عايزه وهتديني فلوس. لو الام قالت لا بقى في وقت من الاوقات، ممكن بقى تلاقي المشاكل، اخذ الحاجه وخباها، بدا ان هو يسرق. فبالتالي التدليل المفرط بلاويه ومصايبه كبيره جدا على المدى. فلو سمحتوا في بعد تسلسل اذنكم، السلوكيات. بالظبط، لازم اعمل موازنه. مش كل حاجه انا بجيبها لابني ومش كل حاجه حرمه منها. اشوف اني حاجه هو اعمل محتاجها. موازنه كده بحيث ان انا اطلعه شخصيه سويه. بالظبط، انا اعرف ام بتقول لي انا كل يوم بجيب له لعبه وكل لعبه متكسره، وبدات ان انا لما اقول له انا مش هجيب لك لعبه يقول لها مش عايز، حصل فطور. اوكي، مثلا طول الوقت هو لا مبالاه بياكل حلويات، فبتقول لي لما باجي اجرب احرمه من اي حاجه بيقول لي مش عايزها خلاص. طب ما انت طول الوقت معززه سلوكه بيها. لما اجي اقول له انا مش هديك الحاجه المعينه، طب انا شبعان منها. فبالتالي تلاقي الام تقول لي ايه، انا استخدمت كل الاساليب اللي لازم انت بتقولي عليها، عشان يعني اخلي الطفل يرجع لي تاني ويكون ليه طلبات انا عندي استخدمت تاني. كل الاساليب اللي انت قلتي عليها وما جابتش نتيجه، عشان انا بستخدمها غلط. هي الفكره كلها ان انا معايا كل الادوات بس بستخدمهم كلهم غلط. جميل جدا.